وصلنا إلى بأعجوبة وبالاستعانة بجميع وسائل المواصلات حتى وصلنا إلى التوك توك وجبنا هنا عند مسجد سيدنا عثمان بن الحارث الأنصاري. هذا رجل من الصحابة، ممكن في كتير على فكرة من الصحابة اللي قدموا حاجات عظيمة جدا وضحوا تضحيات كبيرة جدا، مش عشان حاجة غير انهم آمنوا. احنا بقى نجل سيدنا عثمان لانه صحابي من الناس الاوائل اللي اسلموا، ولان على رأس كل الحاجات دي ان عيناه تملت من رسول الله، شاف النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول له يعني رضي الله عنك وادخلك فسيح جناته. لكن هنا بقى في حاجة فيها خلطة جميلة جدا. هنا مش بس مقام، وفي مسجد ورا المقام، مش بس مقام عثمان بن الحارث الأنصاري المتوفى في 41 هجري، يعني عاش في مصر، لأن هو كان مع الناس اللي جم عمرو بن العاص أو جم بعد عمرو بن العاص، يعني ده بعد فتح مصر بحوالي 23 سنة. كان موجود هنا عثمان وعاش هنا سيدنا عثمان ابن الحارث الأنصاري. لكن بقى عايز اقول لك على حاجه، خليك معايا بقى عشان في مفاجاه جميله في هذا المقام او المسجد. بص بقى يا سيدي، ده عمود. اعتقد ان العمود ده ملوش اي قيمه غير ان هو اتحط في مكان الحاجه اللي ليها قيمه. كان مكان العمود ده فيه شجره عظيمه. ليه بقى شجره عظيمه؟ لانه مش احنا قلنا في تل بسطة ان السيدة العذراء قعدت مع السيد المسيح الطفل الرضيع ومعاها يوسف النجار في مسار الرحلة المقدسة؟ هنا جزء من مسار الرحلة المقدسة، جم هنا وقعدوا تحت المكان ده اللي كان فيه شجرة، وده ثابت، كل الناس عارفينه ان هنا كان فيه شجرة. يعني خلي بالك، في شجرة احنا لقيناها في المنيا، وفي شجرة في المطرية، في أكثر من مكان استظلت فيه السيدة مريم، وهنا برضو كان فيه شجرة، لكن الشجرة اختفت مع الوقت. لكن في قصة لجنود الحملة الفرنسية لما جم هنا، طبعا قلنا دي بوابة مصر الشرقية عشان كده بالبيت شهدت معارك لا حصر لها. من ضمن ده الحملة الفرنسية جم هنا وحبوا يقطعوا الشجره دي عشان ياخدوا الخشب بتاعها. فالناس اللي قالوا لهم ما تكونوش تلعبوا بالشجره دي يا جماعه، لان الشجره دي ليها قصه وليها حكايه. طبعا هم ناس بقى فرنساويين بقى خواجات، ما لهمش في الكلام ده، ما صدقوش الكلام ده. وبدا احد الجنود يقطع الشجره، فاذا الشجره تنفجر دما. جري وسابوها. لكن يبدو ان اثر القطع ده اثر على الشجره فذبلت مع الايام. لكن مين شاطر، مين ناصح، قدر يحط العمود ده، وكل الناس عارفه ان العمود ده محطوط عشان يقول ان هنا فيه كان شجره مريم، صح؟ انت عارف كده ان كان في هنا شجره ستنا مريم. شوف بقى، ده عارف كمان ان هي قعدت هنا شويه. فدي فكره كويسه تدلك بقى على حاجات كتيره جدا 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 جدا. ده مقام ومسجد من صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم. ويبدو انه كان رجل له مكانه يعني علميه عظيمه، لانه اتعمل له مقام وتحافظ عليه يعني مئات السنين، فيبقى راجل له قيمه كبيره. ويمكن استطيع يعني بالبحث كتير يمكن نلاقي شيء من تاريخ هذا الصحابي. محدش فكر على مدى 1400 سنه واكتر ان هو يلعب في العمود. يبقى ده معناه ايه؟ ناس كانت مرتاحه للفكره، لكن اللي حصل في السنين الاخيره ده مش تبعنا، مش تبع المصريين خالص. محدش فكر على فكره العمود يعني لو هزوا اتنين جامدين كده ممكن يقع، لكن فضل موجود مكان الشجره عشان المصريين كلهم عايزين يقولوا ان ستنا مريم جت هنا وكانت بتستظل بظل الشجره، حتى عارفين مكانها جوه في المسجد مكان موجودها.
بقول لحضراتكم ان المصريين حافظوا على الاثر زي ما هو، وزي ما انت شايف دهنينه قريب، دهنين بتاعه قريب العمود، عشان يقولوا ان هنا في صحابي جليل يعني تمتع برؤيه الرسول عليه الصلاه والسلام، وهنا كانت موجوده السيده مريم. الصحابي الجليل ده جه بعد الحكايه ديت يمكن 700 سنه، 700 سنه تقريبا او 600 سنه، واقيم المقام وفضلوا محافظين على مكان السيده العذراء. وده يقول لك ان المصريين مش زي ما البعض متصور، واللي حاصل ده بحاجه استثنائيه، لانه ده مش موجود بامر حاكم ولا بامر محافظ، ده موجود بامر محبه الناس. اللي محافظ على ده محبه الناس، اللي في وسط المقام وفي وسط المسجد يتواجد ده. خلي بالك نفس الحكايه موجوده في دمشق، في المسجد الاموي هتلاقي المسجد العظيم وجواه ضريح سيدنا يحيى عليه السلام، وجواه المكان اللي كان بيعمد فيه السيد المسيح جوه الجامع برضو كده حرخام ومحافظين عليه، وفي نفس المسجد الرأس الشريفة لسيدنا الحسين. فمسجد عثمان بن الحارث الأنصاري مسجد فيه فكرة وفيه معنى وفيه حكاية، بجانب انه فيه صحابي جليل، وبجانب انه هذا الصحابي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان اللي تمتع برؤية الرسول دي حاجة استثنائية يعني، بس مش هتتكرر خلاص لحد، لكن ربنا يمتعكم جميعا بالونس، الونس اللي بيأتي من الروحانيات، ده حاجة جميلة جدا، وعشان كده احنا جينا من بس. طبعا كل ركن في مصر احنا بنحبه، وكل ركن في مصر بنلاقي فيه حاجات كتير. كان واجب علينا نيجي بالبيس لعده اسباب، لاسباب كتيره مش هقدر اعدها، لكن اقدر اقول لكم ان هي ارض انبياء. ادي صحابي اهو، وادي ستنا مريم والسيد المسيح، وديناكم مكان سيدنا يعقوب، وديناكم مكان سيدنا موسى اللي اتولد فيه، عايز اجمل من كده ايه؟ وسيدنا يوسف طبعا الموجود ذكره في الحكايه. فيعني ادي بالبيس. ضيف على ذلك انه عندنا لمحات من اسره النبي السيده زينب رضي الله عنها وارضاها، السيده زينب بنت سيدنا علي وفاطمه الزهراء مرت من هنا. على فكره ضيف على ذلك كل اولياء الله الصالحين مروا من هنا، اللي هم جم من مكه والمدينه كلهم مروا متجهين الى البوابه الشرقيه من مصر اللي هي بالبيس، لان كان في نيل، كان في نيل ماشي مع نهر النيل زمان، بس ده راح خلاص، كان ما في نهر، خط نهر النيل. اذا بالبيس هي مدينه من مدن الشرقيه، لكن على ترابها داس ناس احنا بنحبهم وبنعشقهم وبنحب دايما نجيب سيرتهم عشان نتعلم منهم حاجات كتير. فحط بالك بقى ان من ابواب الكرم في الشرقيه، الشرقيه معروف ان هي عزمه القطر، كل ما تيجي الشرقيه تعرف ان في ابواب فيض كبير من الكرم هيجيلك، لان انت هتلاقي نسمات من السماء، لان السماء بعتت ناس كتيره جدا جدا من اتباعها لبلبسها.